فالشاهد من الحديث بيان آداب الجمعة وما ينبغي للذهاب للجمعة. وبعض الناس يتزين بالمعصية قبل أن يذهب للجمعة، إما في إسبال ثيابه، وإما في حلق وجهه، وإما في كذا، وإما في كذا، وإما في كذا. وين السبق؟ هذا سبق إلى النار، نسأل الله العافية. تجعل من زينتك للجمعة المعصية، ما تخاف، ما تستحي، تقف بين يدي الله وانت عاصي، ما تعلم انه من عصى الله بشيء يوشك ان يعذب به. ودلت على هذا احاديث متواترة، ان من عصى الله بشيء يمكن يعذب به يوم القيامة ان عامله الله بعدله، اي شيء تعصي الله به. ولذلك الذين يتساهلون في الوضوء وتصير أعقابهم من وراء الرجل في الوضوء ما يجيه ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار. في الصلاة نفس الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفعون أبصارهم إلى السماء، أو قال: لينتهين أقوم عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، عوقبوا بخطف البصر في الصلاة وهم في قربة وفي عبادة لأنهم عصوا. والذي يرفع قبل الإمام من الركوع أو السجود يقول نفسه: أما يخشى أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ يعني حمار بليد وتشبه به، ترفع رأسه قبل الإمام وتنن تسلم قبله أو ستسلم قبله، سلمت قبله فلا صلاة لك. وإذا فرفعت رأسك وأنت لن تسلم قبله فأنت بليد بلدة الحمار، فيجعل الله ظاهرك مثل باطنك، يجعل الله صورتك صورة حمار أو رأسك رأس حمار، عقوبة. والذين احتالوا على الله بني إسرائيل في صيد السمك حبسوه يوم السبت، جعلوا له شباك وحفر يوم جزر البحر، أخذوه شووه وكلوه، صار فيهم شبهين: طائفة احتالت احتيال القرود فمسخها الله قردة على ظاهرها، يعني جعل الله ظاهرها كباطنها، والآخرون لم ينهوهم، لم يغاروا على حرمات الله، صاروا بمثابة الديوث، لم يغار على الحرمة، فجعلهم الله خنازير، الخنزير لا يغار على أنثى، فعوقبوا بعملهم نفسه نفسه. فمن عصى الله بشيء، أي شيء هذا اللي عصى الله فيه، لا يأمن أن يعاقب به، افهموا هذا. أكثر من 15 حديث في هذا الشيء، ويكفيكم حديث الذي يمنع زكاة بهيمة الأنعام، يبطح لها في قاع قرقر يوم القيامة فتمرر عليه، تعضه بأفواهها وتطأه بأظلافها وأخفافها، كلما مرت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يفرغ من الحساب وينظر في مصيره إلى الجنة أو إلى النار، قد يكون من أهل الجنة لكن عذب بذلك. انظر كيف، فأي أحد يعصي الله معصي وهو يعلم إنه معصية، لا يأمن أن يعذب بما عصى الله به في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. أيضا قد يسرق إنسان سيارة ويصير عليه حادث يموت فيها، نفس الشيء. وحديث في الصحيحين، اسمعوا، حديث في الصحيحين في 4 رجال أصناف من الناس: من تحسى سما منها المخدرات، ترى سموم أو دخان، الدخان سموم نفس الشيء، 12 مادة سامة في الستن، من تحسى سما فسمه في يده يتحساه يلهمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من تردى من جبل فمات فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقولوا ولا اللي تزلجون على الجليد وبالقمم الجبال وغيرها من الفنون اللي محدثة،
يعجلون بأنفسهم للنار. والذي يجأ بطنه في حديده، يشق بطنه يعني ينتحر بحديده أو مشنقه حبل أو بمسدس أو بأي طريقة، فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وسارق الحجيج مع عصا من حني الرأس يرصد الناس بين جبال مكة، شرفها الله، جاي للحج والعمرة في الليل، فإذا دحدر الجمل جاء وخطف زاد الحاج، إن ما فطن أخذ الزاد وهرب به للجبل، وإن فطن لا قال تعلق محجني في زادك. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم متكئ على محجن يعذب. المرأة اليمانية السوداء الطويلة الضخمة منعت ثرتها، حبستها، لا تركتها تأكل من خشش الأرض ولا أطعمتها، تعذب بها. رآها النبي تعذب بها يوم في النار تنهش عجيزتها، عذبت بها لأن عصت الله فيها. الذي يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، أصابته جراحة شديدة في يده فقطع أصابعه براجمة وهو جاهل، فرآه أخوه وإذا هو في الجنة وإذا هو مغطي نيده، فقال مالك وراك مغطي نيده؟ قال إني لقيت ربي وقال لن نصلح منك ما أفسدت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه ليديه فاغفر، فرآه ثانية وإذا هو مخرج يده. انظروا كيف مجاهد في سبيل الله شهيد. فأقولها وأكررها من عصى الله بشيء فلا يأمن أن يعذب به في الدنيا أو في الآخرة أو كلاهما بحسب المعصية، إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا أو يعفو الله عنه فضلا منها أو بشفاعة شافع أو دعوة والد أو إحسان أو غير ذلك. لكن أبدا، خذ هذه قاعدة، لأن الأحاديث فيها متظاهرة وصريحة وصحيحة، صحيحة وصريحة. فأي شيء لو أنك تقطع شريان من يدك وتموت بسببه عذبت به. فاحذر أن تعصي الله بآلة، والله لو كانت إبرة، لو كانت مكينة حلاقة شعر، لو كانت سيجارة، لو كانت كذا، إنك لا تأمن أن تعذب بها. لو كان درهم أخذته من غير وجهه، قال تعالى في الذين يمنعون الزكاة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من مانع الذهب والفضة أن يصفح له صفائح من نار يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بلغتكم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وليبلغ من يسمع من لا يسمع، ولنعيد حسابنا مع أنفسنا، لا نعيش على الوهم ونلقى الله تعالى في حال غرة وغفلة وإذا معنا ما يوجب عذابنا. نسأل الله العافية واللطف والسلام. اللهم عاملنا بعفوك وجد علينا بفضلك، ولا تشمت بنا أحدا من خلقك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، ولا تعاملنا بعدلك فنهلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.